اسمي مصطفى أجنوي من قبيلة بني قرفط متسر الهوتة إمام مسجد الهداية. راجل مزيان وحافظ القرآن وراجل مسكين واخا بصير كيقرا القرآن حافظ القرآن بزاف. سبحان الله العظيم اللي عطاه ديك البركة اللي عطيه الله تبارك وتعالى، كان افتخر به بأنه حافظ القرآن وراجل مزيان، وهادشي اللي كنعرفوا عليه مسكين. ثابت القرآن نمير واحد مزيان في القرآن، سخا ما كيشوف شي مسكين وعطيه الله تبارك وتعالى البصر في قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ازددت بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه القبيلة وفي ذاك المتشر، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأقول للمشاهدين تقبل الله صيامكم وقيامكم. الحمد لله أنا ازددت مكفوف، لم أرى في هذه الدنيا شيء، ولكن عوضني الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز. أحسن شيء في الدنيا هو كلام الله عز وجل. يعني زدت هكذا، وعندي والدين وإخوة وأخوات هم اللي اختاروا لي هذه الطريقة دي، يعني اللي حفظ كتاب الله في المسجد مع تلاميذ على الشيخ رحمه الله السيد محمد بن عبد السلام شطير، يعني في ذاك المتشر اللي هو متشر الهوتة قبيلة بني قرفط. منذ الصغر الوالدان يعني يرسلون أبنائهم إلى المسجد لكي يتعلموا القرآن ويتعلموا الكتابة، ولكن الكتابة ما تعلمت منها شيئا لأنني مكفوف، حافظت القرآن بالسمع فقط. لما كنت عندي 15 سنة كنت أحفظ كتاب الله عز وجل كامل، الحمد لله على النعمة. بالنسبة للسي مصطفى تبارك الله عليه، إمام الحي كنعرفوه عليه رجل طيب، من ناحية الصوت ديالو والأخلاق ديالو كنشهدوا فيه الشهادة لله، يستاهل كل خير. وهاد الناس بحال هادو كيكونوا كيتقنوا القرآن مزيان. نعم دائما وابدا، يعني في البيت ولا في يعني بحال اللي كنقولوا في الزنقه وفي كل موطن، يعني في مسجد، يعني عمري ما الحمد لله كنت يعني دائما نشيط والبشاشه والحمد لله، يعني ما كنتش كنحس يعني بانني انا مكفوف. القران حفظته يعني من يعني كان الشيخ يملي علي وانا احفظ، كنت كنحفظ يعني ثمون في كل يوم وثارة يعني شي حاجه كنت كنسمعها كنت كنحفظها يعني بسرعه ما الله سبحانه وتعالى. نعم يعني اكثر منهم بكثير، كنت يعني متميز على التلاميذ، لان الانسان مكفوف الله سبحانه وتعالى يعوضه العقل الذكاء، كيعطيه الله هذا الذكاء، يعني من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. لا الحمد لله، الحمد لله دائما هذا يرجع الى ربي سبحانه وتعالى، هو المنعم، هو اللي اعطاني هذا الخير هذا وهذه النعمه هذه. وكانت عندي الثقه بالنفس ديالي، كنت كنخرج يعني كنت يعني كان ما عنديش صعوبه ولا يعني الحمد لله. سي مصطفى راجل مزيان وما كنعرف عليه حتى شي حاجه، وفقي ممتاز، سيد بصير مسكين ما كيشوف شي ولا عمره سلعه.
سنين حنا كنصليو مورا الله عمره السلعه ما عمرنا ما شفنا منه شي حاجه دلعيب صوته جميل صوته ديال الخشوع الصلاه ديالو الخشوع تخشع شع مورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. القرآن هو نور الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن دائما كيخليك دائما نشيط، دائما فرح سرور رغم انسان مكفوف، يعني الله سبحانه وتعالى كيعوضك واحد شي حاجه اللي ما كيحسوش بها الناس عاديين، يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لان الانسان لما كيكون يقرا القرآن وكتذكر ايات و يعني تمر على الآيات الجنة والنار وأحكام وهذه، فالإنسان يعني كيكون فيه واحد السرور، والله سبحانه وتعالى يلقي لك القبول في الأرض مع الناس، الناس كتجبر الناس كاملين يحبون أهل القرآن. نعم الله سبحانه وتعالى دائما يعني كيعطيك واحد العقل ديالك باش كتوصل عندك الشيء اللي هو في القرآن الكريم، حتى كتحبب لك ديك 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 الشيء اللي كتسمع الأنهار والجنة وكذا، يعني سبحان الله القرآن كله ما شاء الله كله خير كله بركة كله رحمة على القلب ديال الإنسان. عندي أصدقاء يحسن إلي ومعاملة طيبة والحمد لله ما كنحس بشي نقص الحمد لله في الدنيا مرة، لأن عندي إخوة ما يعني ما حافظ القرآن، ولكن اختارني الله سبحانه وتعالى من بينهم يعني مكفوف وأعطاني الله سبحانه وتعالى الكتاب دياله يعني من بين إخوة. جاءوا عندي إخوان في الوقت من فرنسا وقالوا لي تمشين لفرنسا وتكون عملية ولا شي حاجة تبقى تشوف، قلت لهم لا لا أنا يعني أنا أريد أن أبقى هكذا في هذه الدنيا، لأنني حفظت حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من أخذت له حبيبتي في الدنيا ثم احتسبها لم أجد له عندي جزاء إلا الجنة.
اخترتنا يعني أن أبقى هكذا في الدنيا. أنا الحمد لله عوضني الله سبحانه وتعالى بالخير والأصدقاء والعائلة الطيبين والزوجة يعني الحمد لله. يعني شنو باقي خصني نطلب في الدنيا؟ وأنصحهم بالتوبة والاستقامة على طريق الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنصحهم بقراءة القرآن أو بحفظ القرآن الكريم لأنه نور الله سبحانه وتعالى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.